كان في بستان جميل، كان في قبر مقفول بيه حجر كبير. سنة كل أصحابي طيبين. أهلا حضراتكم بعيد القيامة المجيد، وعيد القيامة زي ما شافوا مثلا آباء الكنيسة زي القديس يوحنا ذابيل فم مرة بيتكلم عن القيامة، بيقول اللي احنا بنحتفل بقيامته ده قام على فكرة من 2000 سنة لورا، يعني هو في وقته من 400 سنة، لكن الهدف من القيامة ان احنا نعيش القيامة في حياتنا. القيامة ان احنا هو انتقال من الموت للحياة، وبالنسبة لنا لما بنتغير من حالة الموت اللي بيمثل الثبات وعدم الحياة إلى حياة بعيدة عن الخطية، فيها تحرر، فيها عمق مع الله، وفيها رؤية لله، وفيها معاينة ومعيشة الله، فدي تعتبر قيامة. فكل سنة حضراتكم طيبين بمناسبة عيد القيامة. وحسب فكر الآباء نحيا القيامة عملية، مش مجرد احتفالات بتحول إلى عادات اجتماعية، وإن احنا بناكل أكل معين، بنزور حد معين، ولكن بجانب الطقس الغني والثري والزاخر في الكنيسة وتعليم الكنيسة، طبعا نعيش القيامة في داخلنا، إن احنا لو ما نمشي من داخل كل المظاهر الخارجية دي هتبقى بلا قيمة. كل سنة وبابا وماما طيبين، وكل سنة وكل أصحابي طيبين. أخريستوس أنستي، أليسوس أنستي، المسيح قام، بالحقيقة قام، ربنا يفرح قلوبكم. كل سنة وكل أصحابي طيبين. طبعا احنا بنهني على رأس المجمع قداسة البابا المعظم الأنبا طاووس الثاني وكل المجمع المقدس بعيد القيامة المجيد، ونتمنى للكنيسة دايما رفعة وسلام، ويكونوا دايما في ملء النعمة والبركة، ودايما تكون الكنيسة في أحسن حال، في متمتعة بالسلام، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات وحروب وقلاكل، ونتمنى دايما أن يكون لنا كلنا قيامة مع الرب يسوع المسيح. كل سنة وانتم طيبين.